سيرة وتر اليوم مختلفة ليش؟ لأنه سنستعرض فيها أغنية للفنان عبد الله الكثيري وهو يهدي يا هلا بالعرفج أغنية خاصة، هذه الأغنية من كلمات الشاعر محمد اليامي. خلونا نسمع القصيدة ونرجع نسمع الأغنية وبعدها نعلق. في طلتة على سنة روتانا جانا بتاريخ الثقافة جانا برنامج باسمه هلا بالعرفج وصلت 300 لقى واحيانا ادب وتاريخ ومعارف عدها يتعب علينا في الفكر معانا الله يوفق فكره المتعلق والله يوفق مجتمع روتانا. شكرا للشاعر محمد اليامي الملقب بحربة يام، والتعليق عندك يا دكتور. شوف قبل لا نعلق إن شاء الله أوراقنا كثيرة وأسئلتك كثيرة، الحلقة ما ودنا تأخذ أكثر من كذا، إن شاء الله قبل رمضان قبل رمضان في الحلقة اللي قبل رمضان يكون في نص ساعة نتكلم عن معايير اختيار الكتب، معايير اختيار المشي لأنه مهمة. شكرا لشاعرنا القدير محمد اليامي اللي يسمى حربة يام، وشكرا له على هالبيات الموزونة الجميلة، أشكرك يا محمد. جميل، خلونا نسمعها مغناة بصوت عبد الله الكثيري ونرجع. جانا بتاريخ الثقافة جانا في طلته على سنة روتانا جانا بتاريخ الثقافة جانا في طلته على سنة روتانا برنامج اسمه هلا بالعرفج وصلت 300 لقاء واحيانا برنامج اسمه هلا بالعرفج وصلت 300 لقاء واحيانا الله يوفق فكره المتألق والله يوفق مجتمع روتانا 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 روتانا. هذه الأغنية مهداة لبرنامج يا هلا بالعرفج ولقناة روتانا، أتمنى لكم إن شاء الله دوام النجاح والتوفيق، أخوكم عبد الله الكثيري. شكرا للأستاذ عبد الله الكثيري ولحضوره الفني الجميل جدا والرائع، ألف شكر. التعليق عندك دكتور. هذا الفنان أبو سعود عبد الله الكثيري مستقبل كبير ينتظره الحقيقة، عبد المجيد قادم بلا شك. وأشكر الشاعر محمد اليامي على الكلمات وأنه دعا لكم أنت وقال الله يوفق مجتمع روتانا. أيضا خلينا نشكر روتانا اللي وصلت للناس، اللي خلت براند نيم باسم يا هلا بالعرفج. في التيك توك الآن هاشتاج يا هلا بالعرفج وصل 175 مليون. النية أنه أخونا البراحة يوصل نهاية السنة إلى مليار، وهذا رقم كبير. لازم نشكر روتانا، أنا روتانا أعطتني كل شيء، أنا ما قدرت أعطيهم إلا الشيء القليل، لكن الله يوفقني في المستقبل أني أعطي روتانا. أنت تستحق هذا من وفائك.